جدا مشاهدي قناة شوف تيفي، تحية للجميع مشاهدينا مباشرة من ضواحي قلعة سراغنا من دوار القصور. دوار القصور كيتواجد بجماعة مايات مشاهدينا، كنشوفوا الساكنة كتعيش العذاب بسبب الواد الحار لواحد ما يقارب 3 سنوات. كنشوفوا هنا الساكنة اليوم كتحتج بسبب هذا الواد الحار وما الصرف الصحي اللي كيهدد الساكنه هنا بهذه المنطقه. مشاهدينا غتبقاو معنا على المباشر وغتشوفوا شنو هي المطالب ديال هاد الناس اللي تيقولوا انهم حياتهم عذاب، تيعيشوا العذاب بسبب هذا الواد الحار لواحد المده تفوق سنتين. اذا غتبقاو معنا متتبعينا على المباشر كما كتتابعوا معنا من جماعه مايات دوار القصور ضواحي قلعه سراغنا. إذا هنا كنشوفوا مشاهدينا واحد المجموعة ديال المياه العادمة كما كتابعوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، وهاد الناس يقولوا أنه يعني ما يقارب 3 سنوات هما تعانيوا من هاد المياه ديال الواد الحار. اجي معايا اجي معايا سيدي اجي معايا اجي معايا تفضل. السلام عليكم، انت مباشر على قناه شوف تيفي. حكينا اخويا المشكل، انتم قلتوا انه ازيد من سنتين وانتم كتعانيوا من هذا المشكل ديال الواد الحار. كنشوفوا المياه العادمه اللي متسربه الان بجنبه الطريق، احكي لنا شنو المشكل. السلام عليكم بعد اولا، ومن هذا المنبر بعدا تنشكروا صاحب الجلاله اللي تكلف بهذا المشروع ديال الهيكله اللي استفد منه دوار القصور. الحمد لله استفدنا من الماء الصالح للشرب ومن ذاك المصرف الصحي من الواد الحار، وهذا الشيء الحمد لله راه ما عطينا فيه حتى شي فلوس. هذا الشيء كان من عاد سيدنا، هذه مبادره من عاد سيدنا. نعم، ما عطينا حتى شي حاجه. والمشكل اللي كان مطروح عندنا هو كان داخل قالوا لينا خاصكم ديروا واحد الجمعيه باش تكلف هاد الشيء في اطار مع رئيس الجماعه ومع كل شيء باش تكلف بهذا الشيء ديال الواد الحار وبهذه التنقيه وبهذا الشيء. نعم. مع العلم اننا 200 دار درنا 130 درهم للدار، هذه درناها في الصندوق، حطيناها في الصندوق، وعندنا 2.5 دراهم ديال الارباح اللي كتستافد منها الجمعيه. نعم. والمشكل اللي مطروح عندنا دابا هو دابا ما يقارب 3 سنوات هاد الواد الحار يعني ما عندوش واحد الاتجاه كيمشي فيه، يعني عباره عن واحد الصهريج دارته في اطار الهيكله، دار داك الصهريج، وهذاك الصهريج اللي دار كيعمر ودابا 3 سنين هذه هو عامر، وملي عمر فاض هنايا ما كيتنقاش ما والو، ما خلينا جميع ابواب طرقنا اليها. رئيس الجماعه تيقول لك انا هاد الشيء ما على حسابيش، الجمعيه تتقول لك هاد الشيء على حساب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، هذاك الشيء تتقول ما على حساب، هي كتهرب من المسؤوليه. ومن هذا المنبر كنوجهوا حنا رساله للمسؤولين والله يجازيهم بخير، بغيناهم غير يعطيونا غير واحد الجواب، بغينا نعرفوا غير الناس اللي مسؤوله على هذه التنقيه ديال هذا المصرف الصحي هذا، هذا الشيء اللي بغينا حنا. حنا راه تقهرنا السكان كيعاني في صمت، يعني ما يمكنش لك تفتح الشراجم ولا كذا، خاصك انت ديما تسد ان الرائحه الكريهه والحشرات باللي البنادم ما تينعش، وهذا هو المشكل اللي مطروح عندنا. حنا من هذا المنبر بغينا الناس المسؤولين وكاع اللي تيشوف هذا اللايف نعرفوا الناس اللي مسؤوله على هذه التنقيه هذه ديال هذا المصرف الصحي. السلام عليكم. إذن كما تابعتوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي وكما كتابعوا معنا على المباشر، هنا المياه العادمة اللي كتصب وموجودة هنا جنبة الطريق قرب من دوار القصور جماعة مايات. أجيو معايا سيدي، كنشوفوا هنا واحد المجموعة ديال الساكنة اليوم اللي كتحتج وكتطالب يعني بإصلاح هذا المشكل. تفضل معنا شريف، شكون غيهضر؟ تفضل شريف، تفضل شريف، احكي لنا على هذا المشكل هذا اللي انتم كتعانيوا منه كما قال الاخ المده ديال ما يقارب 3 سنوات، احكي لنا شنو المشكل. السلام عليكم. وشنا هي المطالب اللي انتم اليوم واقفين عليها؟ المطالب اللي كنطلبوا هما يطالعوا لنا بهذا الخنز اللي ضرب هذا الدوار. نعم. الوليدات كاع نادوا عمرو بالحبوب مرضوا، الناس اللي مقربين في الدرجه الاولى مقربين ما كينعسوش، الدوار كله عام تعلي شني ولا في الليل راه شني ولا ما كتخليش بنادم من اصلا كلشي عارفها. دابا حنا الدول الشوارع كلهم خوات مهركين، الروكارات كلشي مهرس، دازوا بلا حديد، اللي مسؤولين ما داواش فينا.
كنطالبوا حنا في اللي مسؤول على هذا الشارع وعلى الدوار يبان لينا ويشد حق هذه المطالب هذه. الله يجزيكم بالخير والسلام عليكم. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كنشكروا شوف تي في جات عندنا القصور بها الضرر بهذا الواد. هذا الواد بغينا يتصل اما يتصل بالتجزئه يقادنا شي مسائل حتى الوليدات ولاو مضرورين كاملين. بالنسبه للشوارع عندنا شوارع ما كاين لا شوارع لا والو ما كاين لا طريطوار لا والو الرقاره مارسين ان بغينا هادشي يتقاد لينا. هادشي ما عندنا ما مقاد الدوار حتى حاجه ما كاينه لا جمعيه ولا حتى شي واحد واقف لا رئيس ولا حتى شي واحد واقف في هادشي. هادشي حنا كنطالبوا به بلا نيري يقولوا لينا هادشي ديال الواد الحار. هاد الواد الحار راه خرج علينا بالنسبه فتحت لينا هاد المجال باش نحكيوا اللي دارنا في قلبنا. هادشي هو اللي كاين انسي انت الطريق شوف المره كي جاري ليها مع هاد المرض ديال الواد الحار مع هادشي ولا كلشي مري ما عندنا لا اسعاف. كجي عندنا هنا لا والو ما كيجي قال لي خاصك تتصل بسميتو عاد تجي لعندك. هنا من الاخر هذاك الطاكسي الاخر معذبين فيه. هادشي اللي كنطالبو كنطالبو من السلطات اللي كيشوفونا يشوفوا من حالنا من جهه هاد الواد ومن جهه هاد الطريق كلها مكرفصه. الدوار كله مدور الدوار كله باجمعين مكرفص. هادشي اللي كنطالبو حنايا ما كنطالبو لا بهذا ولا بهذا. كنطالبو من جلاله الملك اللي كان كيشوف في هاد الشيء راه يشوف هاد الشعب ديالو هاد المواطن ديال هاد الدوار راه مكرفصين كاملين. هادشي اللي كنطالبو. شكرا. إذا كما تابعتوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في مباشرة من جماعة مايات دوار القصور الساكنة كما شفتوا معنا اللي كتعاني بسبب الواد الحار وتيقولوا أنهم ما يقارب 3 سنوات هما تيعانيو من مياه الصرف الصحي كما كتابعوا معنا على المباشر اللي هي كتواجد الآن جنبة الطريق وقريبة من دوار القصور. مشاهدي قناة شوف تي في. تفضل تفضل سيدي تفضل سيدي تفضل. على ما سبق مسكيت اللي ما قالوا الاخوان كلهم وربما هما كاملين لمسوا المشكل في عمقه. باش السلطه ما يقولش راه حنا غير كنزيدوا عمق المشكل. حنا كنحاولوا ما امكننا نساهموا في اعطاء حل اقتراحه. انا كنقول كما سبق لي وقلت بان الحل في نسبه كبيره منه ان الشطر الثاني ديال المشروع ديال هيكله وتجهيز دوار القصور خاصها تكمل لان هي الكفيله بانها تجاوز ولا تلقى حل هذا لهاد المشاكل اللي هي كنقول لنا فرعيه. هذا هو اللي كاين. حنا مقبلين على شهرين ديال الحراره اللي من شانها انها تزيد من 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 هاد المشكل ديال الواد الحار. كاين حنا قدام خطر ديال الحمى المستنقعات. حنا قدام خطر ديال الناس كبار اللي كيعانيوا من الحشرات. قدام عندنا رضع عندنا دري صغار. فحبذا حنا نشدوا على يدين السلطه ديالنا والناس المسؤولين عندنا انهم يعاونونا في اننا نتجاوزوا هذا المشكل. هذا حنا نكونوا فرحانين الى 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 مؤسساتنا لقاو حل وداوها في هاد الناس هذوك مطالبهم. ما يشرفناش اننا نجمعوا هنا على واد حار. ما يشرفناش اننا نبداو نكيلوا في التهم لبعضياتنا. حنا كنتمناو نلقاو حل ونجلسوا على طاوله الحوار مع المسؤولين باش نلقاو حل لهذا المشكل هذا. وراه معنا السي الناخب الجماعي السردوان راه كفيل وقادر انه يعطينا توضيحات مزيد من التوضيحات على هذا المشكل هذا. ان شاء الله رساله واضحه. مشاهدي قناه شوف تي في كما كتابعوا معنا على المباشر كما شفتوا معنا المطالب ديال ساكنه دوار ساكنه دوار قصور جماعه مايات. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الزياره ديالكم. صراحه حنا عندنا مشكل ديال 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 هذا الوضع هذا وهذا المشكل هذا ديال لافوسيتي ان هو هذا المشكل هذا مشكل غير مؤقت ماشي ما عندناش هنا فين غادي نروحوا يعني في المدينه ولا شي حاجه. هذا مشكل غير مؤقت. هذا المشكل المؤقت خاصو تتبع والمراقبه يعني من شهر شهر ولا من 3 شهور خاصو واحد التتبع واحد المراقبه. يعني هذا التتبع وهذه المراقبه انا كنقول بان الجمعيه هي اللي خاصها تدير هذه الحوايج هادو غض النظر لان هي اللي كتعامل مع الساكنه هي اللي كتبيع الماء هي اللي خاصها تزيد واحد تمر رمزي واحد 5 دراهم ولا 6 دراهم كواجب ديال النقيه ولقاو الحل. حنا كسكان مع بعضياتنا لقاو الحل. يعني هو كتمشي للجامعه كتقول لك انا راه ما على حسابيش. كتمشي للمكتب الوطني الماء صالح الشرب حتى هو كيقول لك راه ما حسابيش. والكاميو ديال النقيه ما كيخرجش عندي من المدينه يعني حدو. وحنا مازال تابعين المدار القراوي هنايا تابعين جامعه مايات. والكاميو ديال لونيب راه ما يمكنش يجي لهنايا
إن هو ما تابعش ما كيجي ما كيخرجش خارج المدار الحضاري. يعني الحل الحل كاين، ولكن الحل خاصها ديروا السلطة. يعني السلطة إن شاء الله راه داروا معنا نهار 2/10 نجمعوا وعيطوا الأطراف كاملها اللي 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 هي مسؤولة، وتحدد المسؤولية فين كاينة بالضبط. ولا كانت في الجمعية راه جمعية خاصها تكون مسؤولة، إلا كانت في الجامعة راه جامعة خاصها دير الخدمة ديالها، إلا كان في يعني المكتب الوطني الماء الصالح للشرب راه خاصها تكلف بالمسائل ديالها، وماشي غير خاصها تكلف وصافي يعني تجي تحيد وصافي. لأن واحد النموذج، هذا نموذج ما عرفتش واش يعني بالمصطلح باللغة العربية انفوسيتي، واحد النموذج اللي يعني خاصو يترو سيكلا يعني من 3 شهور ل 3 شهور، يعني خاصو واحد التتبع وواحد المراقبة مستمرة باش نبقاو حنايا هانين من هذا المشكل ديال ديال ديال, ديال الوضع. والمشكل الكبير اللي كاين هو هاد لافوسيبتيك اللي كاينه هنايا، كيخليو على الحفره اللي خاصها تخوى وكيجيو لهاد الحفره اللي كاينه هنايا. هاد الحفره اللي كاينه هنا غير كتابسور بها دوك، يعني فيها غير الحشرات، فيها الحجر وفيها من تحت يعني دوك الحشرات اللي كياكلوا كياكلوا هذاك هذاك يعني هذاك البقايا وهذاك الفوتات. اما الماء اللي كيكون بكثره فهو خاصو يتروسيكلا من الحفره الاولانيه، يعني خاصو غير واحد شويه يعني الالمام بالطريقه باش نديروا المشروع. ودار حلول، الحلول راه كاينه الحمد لله، ماشي ما كايناش، ولكن الجمعيه صراحه الجمعيه كتحمل المسؤوليه في هاد الحوايج هاد. يعني الجمعيه كتبيع الماء، يعني راه خصنا نرجعوا الاتفاقيه بعدا اللي دايره الجمعيه مع لونيف، ونشوفوا البنود اللي كاينين في الاتفاقيه اشنو هما الالتزامات ديال الجمعيه واشنو هما الالتزامات ديال لونيف. اما المشروع فهو تابع للعماله في المشروع ديال اللي داش، المشروع ديال السكن اي السقوط ما عندوش علاقه بالجماعه، الجماعه ما دايرهاش هذا المشروع هذا، ولكن راه عندها الحق في التتبع والمراقبه، فهمتي؟ هذا الحق في التتبع والمراقبه. لهذا كنطلبوا من يعني من السلطات الله يجازيهم بخير والناس المسؤولين انهم يديروا شي حل لهاد الحوايج هادو ويحدوا المسؤوليات، او لا تكون واحد الجمعيه بواحد يعني بواحد الاستراتيجيه اللي هي قويه، ونشتغلوا حنا مع بعضياتنا كسكان ونتعاونوا باش نحيدوا هاد الشيء روسنا بروسنا. يعني راه الدوله مشات في هذا الاطار اللي كتدعم يعني المجتمع المدني، فهو كاين شي حاجه اللي هي كثيره راه بسيطه، غير حنا نحلوا المشكل، غير هو خاصنا من هنا قدام نحدوا المسؤوليات، شكون اللي عنده الحق في التتبع والمراقبه، وكيفاش هذا الشيء خاصو يتروسيكل يعني واحد 3 شهور ل 3 شهور. وحنا كمواطنين وكسكان ديال الدوار خاصنا حتى حنا نساهموا بواحد الطريف صغير، واحد شويه ديال الفلوس. هنا في المدينه الناس كتخلص ضريبه النظافه، راه حتى في الدوار هنايا يساهموا الناس بواحد 3 دراهم ولا 4 دراهم ولا 5 دراهم زايده كواجب ديال لاسينيسمون، كواجب ديال التطهير، باش حتى هاد الناس هما يقوموا بالواجب ديالهم. هذا هو اللي كاين. السلام عليكم. عليكم السلام. إذن رسالة واضحة مشاهدي قناة شوف تيفي كما تابعت معنا في هذا المباشر من ضواحي قلعة السراغنة من جامعة ميات، كما شفتوا معنا الساكنة اللي كتعاني وكتعيش العذاب لفترة تقارب 3 سنوات بسبب المياه العادمة، مياه الواد الحار. مشاهدي قناة شوف تيفي إلى هنا نصل إلى نهاية هذا البث المباشر، نلتقي في موضوع آخر مباشر آخر إن شاء الله، إلى اللقاء.